بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء بمناسبة زائر قريب سيزورنا إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذه الزيارة، وهي زيارة شهر رمضان المبارك، فإنما هي أيام معدودات، ويحل علينا ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الشهور. وارتأت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين أن نستقبل هذا الزائر الكريم شهر رمضان المبارك بكلمة موجزة تتعلق بمقاصد الصوم. وهذا الشهر الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه به قبل قدومه، فقد جاء في مسند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. انتهى الحديث. وجاء في رواية أخرى: أتاكم رمضان سيد الشهور، فمرحبا به وأهلا، جاء شهر الصيام بالبركات، فأكرم به من زائر هو آت. انتهى الحديث. فأكرم به من زائر هو آت، وشهر رمضان المبارك. وفي هذا يقول ابن رجب عن هذا الحديث، يقول: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان المبارك. كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ وحقا لا يشبه هذا الزمان زمان آخر. فأسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، ونحن وإياكم بصحة وعافية، وأن يرفع الله تعالى عنا هذا البلاء وهذا الوباء الذي عم وطم، وهو وباء كورونا. كما أسلفنا، الكلمة تتعلق بمقاصد الصوم، بمقاصد الصوم. وأعلم أن كلمة المقاصد أو تعريف المقاصد هي معلومة عند كثير من طلاب العلم، لكن لعل من يتابعنا الآن ممن له اهتمام بالعلم الشرعي يحب أن يعرف ولو كلمة موجزة عن هذا المصطلح، مصطلح المقاصد. إذا قلنا مقاصد الشريعة، ما المقصود به وتعريفه؟ فلعلنا نبدأ إن شاء الله تعالى بتعريف موجز للمقاصد. المقاصد عرفها أهل العلم بأنها الحكم والمعاني والأسرار التي وضعها الله تعالى في أحكامه، في الأوامر والنواهي، في الأوامر والنواهي. وهذه الحكم والأسرار والمعاني التي تتضمنها أحكام الله تعالى من الأوامر والنواهي هي من كمال مقتضيات حكمته تعالى، فإن من أسمائه وصفاته تعالى الحكيم. ومن مقتضيات الحكمة ألا يصدر أمرا أو يصدر نهيا أو يفعل فعلا إلا ووراء هذا الأمر وهذا النهي وهذا الفعل حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وربما عبر أهل العلم عن المقاصد بقولهم: المصالح
التي يراد جلبها والمفاسد التي يراد درؤها. فإن هذه الشريعة الحكيمة بأحكامها كلها إنما هي مصالح مجلوبة طلبت الشريعة جلبها أو مفاسد طلبت الشريعة درءها. لذلك هي مقسمة على الأحكام الخمسة المعروفة في أصول الفقه: الواجب فهو مصلحة، والمندوب فهو مصلحة، والمباح فهو مصلحة أو تكون مفسدة تدرأ وهي متضمنة في الحكمين الأخيرين وهو المكروه والمحرم. فإن الله تعالى ما كره شيئا ولا حرم شيئا إلا لما يتضمنه هذا المحرم أو المكروه من مفاسد يريد الله تعالى أن يدرأها عنا. وهذه المصالح والمفاسد التي تتضمنها أحكام الله تعالى من هذا الأصل جاءت كلمة لأهل العلم قالوا فيها: إذا سمعت مولاك يناديك يا أيها الذين آمنوا فاصغ لها سمعك، فإنما هو خير ومصلحة تدعى إليها، أو شر ومفسدة تزجر عنها، أو جمعا بين الحث والزجر. وهذه المصالح والمفاسد، ولعلنا أيضا نذكر هذا يعني تقريبا لطلاب العلم، هذه المصالح والمفاسد أو هذه المقاصد يبحثها أهل الأصول في باب القياس في فصل العلة، فيذكرون طرق معرفة هذه المقاصد وهذه الحكم وهذه المصالح وهذه المفاسد، وذلك لما استقر في قلوب المؤمنين أن أحكام الشريعة أغلبها على الأغلب معلل، بمعنى أننا نعرف علتها ونعرف حكمتها. والقليل من هذه الأحكام التي تسمى بالتعبدية، بمعنى لا نعرف كنهها أو حقيقتها أو حكمتها، لكن أغلب أحكام الشريعة معللة. لذلك حرص أهل الأصوليون أن يدونوا في مصنفاتهم بابا كاملا يسمى باب أو فصل طرق معرفة العلة، وهذه إما أن تكون العلة منصوصة أو أن تكون معللة، أو تكون مستنبطة، فإما أن تنص الشريعة على العلة أو أن يستنبطها أهل العلم. وقلنا أن من مقتضيات الحكمة ألا يأمر الله تعالى بأمر ولا ينهى عن شيء إلا ووراء هذا الأمر مصلحة ووراء هذا النهي مفسدة. وهذا التعليل بمعنى أن نقول أحكام الله تعالى معللة يطرد كذلك في أفعاله تعالى، فإن هذا أيضا من لوازم ومقتضيات حكمته عز وجل. فكل أفعال الرب عز وجل هي معللة ولها حكمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فالخلق والإحياء والإماتة والإيجاد والرزق إلى غير ذلك من أفعال الله عز وجل لها حكمة، لا بد وأن تكون لها حكمة. وهذه المصالح والمفاسد التي المصالح التي يراد جلبها أو المفاسد التي يراد درؤها حرص كما أسلفت حرص أهل العلم على بيان على سبر غورها ومعرفتها. ومعرفة المصالح والمفاسد كما ذكر عز الدين بن عبد السلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: قسم من المصالح والمفاسد يعرفها الذكي والغبي، بمعنى لا تحتاج إلى علم
حتى يعرفه، حتى يعرفه. لذلك لو سألت عاميا من العوام عن الحكمة في إيجاب القصاص لبين لك أن الحكمة هي حفظ النفوس حتى يرتدع القتلة عن الإقدام على إزهاق النفوس. هذه العلة وهذه الحكمة لا تحتاج إلى ذكاء كبير حتى يعرفها. هذا القسم الأول. قال: والقسم الثاني قسم لا يعرفه إلا الأذكياء، بمعنى الفقهاء أهل العلم، وهي التي تحتاج إلى تأمل وإنعام نظر، وتحتاج إلى سعة علم حتى يستطيع الفقيه أن يعرف أو أن يستنبط أو أن يسبر غور هذا الحكم، فيعرف الحكمة من وراء هذا الأمر أو هذا النهي. قال: والقسم الثالث لا يعرفه إلا الأولياء، لا يعرفه إلا الأولياء، وهم الذين اصطفاهم الله تعالى بالعلم، بسعة العلم والفهم، فإنهم فيفتح الله تعالى عليهم فيعلمون من الحكم وأسرار الشريعة ما لا يعطيه الله تعالى لغيرهم. وهذه رتبة لا يعطاها إلا من وفقه الله تعالى إلى معرفة أسرار هذه الشريعة. وعلى حسب هذه المراتب تتفاوت أفهام أهل العلم، على حسب هذه المراتب تتفاوت أفهام أهل العلم، ويتبين من خلال نصوص أهل العلم ومن خلال كلامهم ومن خلال استنباطاتهم سعة علمهم ورسوخهم في هذا الفن، في فن الفقه وقواعده وأصوله. وهذا فضل يعطيه الله تعالى من شاء من عباده. أعتذر على إطالة هذه المقدمة، وأعلم أن كل ما أغلب ما ذكرته هو معلوم عند طلاب العلم، لكنني أوردت هذه المقدمة لأنني كذلك أعلم أن من متابعي هذه الكلمة من لا يكون من أهل هذا التخصص، فلذلك أوردت هذا التعريف الموجز للمقاصد. والصوم الذي نحن بصدد البحث عن مقاصده وعن المصالح التي يتضمنها هذا الصوم الذي أمر الله تعالى به، فإن الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى إيمان أحد إلا إذا أتى بهذا الركن، وهو صوم الشهر رمضان. لذلك لما كان من أعظم أركان الإسلام تضمنت هذه الشعيرة وتضمن هذا الصوم من الحكم والمقاصد والمعاني والأسرار التي إما أن يكون قد نص الله تعالى عليها ونص عليها رسوله صلى الله عليه وسلم، أو مما جالت فيه أفهام العلماء فاستنبطوا من الحكم والمعاني ما سيأتي إن شاء الله تعالى إيراد بعض منه. ولعل أعظم مقصد ومصلحة نتحصلها أو نحصل عليها من صوم رمضان ما نص عليه مولانا الكريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعلها هنا يذكره أهل الأصول في مصنفاتهم على أنها من أحرف العلة التي تبين العلة من طرق العلة، قول الله تعالى لعل. ولعل هذه للترجي عند نحويي البصرة،
لكن نحوي الكفء النحاة من أهل الكوفة يقولون تأتي في كتاب الله عز وجل للتعليل المحض، وذلك لأن الله عز وجل لا يترجى. أقول لعل فلانا يأتي، بمعنى لعل هناك رجاء، لكن قالوا لعلها هنا إذا جاءت في كتاب الله عز وجل فهي للتعليل المحض، وذلك لأن الرجاء مستحيل على الله عز وجل، وإنما الرجاء متعلق بالمكلفين. فتقوى الله عز وجل هو أعظم المصالح التي يتحصل عليها المؤمن من صيام شهر رمضان المبارك. ومن المعلوم وهو معروف أن التقوى المقصود بها اتقاء المعاصي، وهذا مشاهد ملاحظ ولو لم يخبرنا الله تعالى به، فإن لشهر رمضان سبحان الله العظيم من الأثر على النفوس وعلى القلوب وحتى على قلوب كثير من العصاة، أن هذا الشهر يرتدعون فيه عن معاصيهم، ولعل كثيرا من الناس يعلم ذلك. فمن لم يكن محافظا على الصلاة تجده في شهر رمضان محافظا على الصلاة، ومن يقترف الآثام والكبائر، وربما أيضا إذا دخل شهر رمضان ارتدع، كل ذلك تحقيقا لهذه المصلحة التي أخبر الله تعالى بها حين قال لعلكم تتقون. فأهل المعاصي كثير منهم يرتدعون ويتقون هذه المعاصي في شهر رمضان المبارك، وأهل الإيمان وأهل الاستقامة يزيدون تقى ويزيدون استقامة في شهر رمضان المبارك، وهذا أمر مشاهد ملاحظ. وللشيخ الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى كلام حسن في هذا الموضع حين قال في قوله تعالى لعلكم تتقون، يقول المعاصي قسمان: قسم يتقى بالتفكر والتدبر، بالتفكر والتدبر في عاقبته، إذا فكرت في عاقبته ارتدع الإنسان عنها. قال: كشرب الخمر والسرقة والميسر والقمار والغصب ونحوها. قال هذا إذا فكر، يعني العقل ربما يجعله يتقيه. قال: وقسم يصعب تركها بمجرد التفكر، وهذه المعاصي قال هي التي تنشأ عن الغضب والشهوة. قال: وها هنا سر، وهو أن الله عز وجل جعل الصيام وسيلة لاتقاء هذا القسم الثاني الذي يتعلق بالغضب وبالشهوات ونحوها، فإن الصوم يعدل القوى الطبيعية التي تدعو إلى تلك المعاصي، فهذا الصوم يعينه على اتقاء هذه المعاصي التي لا يستطيع بمجرد العقل أن يتقيها. ثم أورد قوله صلى الله عليه وسلم مصداقا لهذا، قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي بمعنى كالترس الذي يتقى به المعاصي. ثم أيضا من أعظم مصالح الصوم المظنونة للمؤمن، وهي أيضا مصلحة أخروية، فإن المصالح قسمها أهل العلم إلى مصالح أخروية ودنيوية، إلى مصالح أخروية ودنيوية. فتقوى الله عز وجل تشمل الأمرين: اتقاء المعاصي قد يكون آثارها مصالحها دنيوية، ولا شك أن لها أيضا مصالح أخروية. ومن أعظم مصالح الصوم، وهي مصلحة أخروية ينتظرها المؤمن لما فيها من زيادة الثواب والأجر، فإن هذا الشهر الكريم، وهو شهر كريم سيد الشهور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قد وضع الله تعالى فيه من الكنوز
من الأجر والثواب ما الله تعالى به عليم ولا يستطيع المؤمن أن يحصيه. وفيه الحديث الذي خرجه الإمام أحمد وغيره في الثلاثة الذين استشهد منهم اثنان ثم مات الثالث بعد فترة من الزمن، يعني استشهد اثنان والثالث بات ميتة في فراشه بعد فترة من الزمن، فرؤي في المنام قد سبق هذين الشهيدين. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد صلى بعدهما كذا وكذا صلاة؟ ألم يدرك رمضان فصامه؟ فوالذي نفسي بيده إنما بينهما، أي بين الشهيدين وبينه، لأبعد مما بين السماء والأرض. وحسبك هذا الحديث لتعلم فضل الله تعالى عليك إن أكرمك باستقبال هذا الزائر الكريم الذي سيأتينا بعد أيام قليلة. وكذلك من أعظم المصالح الأخروية التي يترقبها المؤمن من الصيام قوله، جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. انتهى الحديث. وهذا الحديث قد بين فيه من المصالح ما يلي: أولا، أن الصيام لا ينحصر مضاعفته بعدد، بل يضاعفه الله تعالى أضعافا بغير حصر. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، أما الصوم فسره عند الله ومضاعفته عند الله عز وجل. 700 ضعف، 700,000، 700 مليون. فضل الله واسع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أضعافه لا حصر لها. ثم تأمل يا حفظك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على العلة هاهنا حين قال: ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فهذه علة منصوصة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وذلك لأن الصيام من الصبر، بل الصيام من أعظم الصبر. قال: فإن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. لأن المؤمن يتألم في رمضان بالجوع والعطش والصبر، فلذلك اجتمعت هذه الثلاث. وقد جاء في حديث يعني فيه ضعف أن الصبر أو الصبر من الصوم، أو كما جاء في الحديث. قال: وهذه الثلاثة كلها تجتمع في شهر الصوم. ثم تأمل حفظك الله على علة منصوصة أيضا في هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي. فخص الصوم بإضافته إلى نفسه، وهذه التي يسميها أهل الأصول بفاء التعليل، فأنه. فهذه الفاء مع إن تفيد التعليل،
فخص الصوم بإضافته تعالى إلى نفسه دون سائر الأعمال. وقيل السر في ذلك أن الصيام أمر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لذلك قيل أن الكتبة أن الحفظ لأن الحفظة لا تكتبه، وليس فيه رياء، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي. قالوا: وذلك لأن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، حتى أن الحفظة لا تكتبه ولا يدخل فيه الرياء. ثم علل أهل العلم ذلك فقالوا: فإن الله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، لذلك أعظم الأعمال وأفضل الأعمال التي تكون بينك وبين ربك ولا يطلع عليها أحد، وأعظم الصدقات كذلك التي تكون بينك وبين ربك حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك. فقالوا في هذا التعليل: فإن الله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، وكذلك أهل محبته وأهل طاعته يحبون أن يعاملوا ربهم سرا بينهم وبينه، بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه. وثم مصلحة أخروية من هذا الصيام، واستمع إلى هذا الآتي: فلو لم يكن إلا هذه المصلحة والله لكفى. قد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قوله: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. ولو تأملت إلى الاستثناء فإنه يعود إلى تكفير الأعمال. كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فالاستثناء ها هنا يعود إلى تكفير الأعمال، حتى قال سفيان بن عيينة في هذا الحديث: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها. ومعنى الحديث أن الله تعالى في يوم الحساب ويوم التغابن هناك مقاصة، فإن الظالم ومن تعدى على الناس فإن الله تعالى يأخذ من حسناته على قدر مظلمته، على قدر المظالم التي اقترفها، يأخذ من حسناته، من صدقاته، من صلاته، من نوافله، من غيرها، على حسب ما اقترفه من أعمال، حتى لا يبقى إلا الصوم. قال: إلا الصوم، هذه لا مقاصة فيها، هذا الوجه، وجه الاستدلال بالحديث. قال: إلا الصوم. فإذا جاء إلى الصوم قال أهل العلم: فالله يتحمل عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بسبب هذا الصوم. فما أعظمها والله من نعمة، وما أعظم هذا الحديث. وحق لسفيان بن عيينة حين يقول: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها. الكف كل عمل ابن آدم كفارة يكفر عنه، يأخذ من عليه، من له مظلمة، يأخذون من حسناته. فإذا جاء إلى الصوم تكفل الله تعالى، فتحمل الله تعالى عن هذا العبد مظلمته ويدخله الجنة بسبب الصوم. وكذلك من مقاصد الصوم العاجلة والآجلة هو الفرح والسرور والغبطة التي يشعر بها المؤمن أثناء صيامه
وحين فطره حين يفطر، أليس كذلك؟ لا سيما لمن ذاق، لمن عانى الصوم بمعنى تعب في صومه وشعر بالعطش والجوع، فإن المرء حين يشرب كأس الماء البارد بعد يوم قائض يعلم مقدار الفرحة التي يدخلها هذا الماء إلى نفسه، أو إذا اشتد به الجوع يعلم مقدار الفرحة التي يشعر بها المؤمن حين يتناول طعامه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، وهي والله فرحة لمن عانى وكابد الصوم، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، والفرحة الأعظم حين يلقى ربه بهذا الصيام. أسأل الله تعالى العظيم رب العرش العظيم أن يفرحنا عند لقائه، إنه سميع مجيب. لكن تأمل إلى هذا الملمح الفقهي الجيد الطيب الذي تلمحه ابن رجب رحمه الله تعالى حين قال: وفرحة الصائم عند فطره هذا من فضل الله ورحمته، فيدخل في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وما أطيبها وما أحسنه من استنباط. والله يقول هذا الصائم إذا فرح عند فطره هذه الفرحة، بهذه الفرحة يدخله الله تعالى تحت شرف هذه الآية الكريمة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكذلك من أعظم مقاصد شهر رمضان وشهر الصوم سد حاجات الفقراء والمساكين، ولما في سد حاجات الفقراء والمساكين من سل الضغائن والأحقاد عن قلوبهم، فإن شهر الصوم هو شهر الصدقة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان، فاقتدى به أهل اليسر وأهل المال. فلذلك تجد أهل الخير وأهل المال وأصحاب الثراء يسارعون في هذا الشهر الكريم إلى سد حاجات الفقراء. وحسبك أن تنظر وأن ترى بهذه المشاريع الطيبة والتي تسمى بمشروع إفطار الصائم، وما يضعه أهل الخير في هذه السفرة من أطايب الطعام التي ربما لا يجد هذا الفقير مثلها في بقية شهور السنة، من أطيب الطعام من اللحوم والإدامات والأرزاز ونحو، أسأل الله عز وجل الكريم أن يجزيهم خير الجزاء. فلذلك في هذا الشهر الكريم تجد الفقراء والمساكين يجدون حاجاتهم من هذا الطعام الطيب، وكل ذلك وهذا كله من آثار هذا الشهر الكريم. وقد ذكر بعض أهل العلم أيضا من مقاصد أو المصالح التي تترتب على شهر رمضان، وهي مصالح مستنبطة ننقل بعضها. قالوا: الصوم فيه كسر للنفس، وذلك لأن المرء إذا بقي طوال عامه على الشبع والري ومباشرة النساء ربما يحمله ذلك على البطر والأشر والغفلة،
فشرع الله تعالى هذا الشهر ليكسر حدة هذا البطر والأشر. ولا شك أن من يعاني في هذا الشهر الكريم بمعنى يشعر بالجوع والعطش فإنه لا بد وأن تنكسر نفسه، وكذلك لا بد وأن يشعر بحاجات الفقراء والمساكين الذين لا يجدون قوت يومهم. وقالوا كذلك من أسرار الصوم ومن مقاصده أن فيه تصفية القلب والفكر للذكر. قالوا فإن خلو البطن من الشراب والطعام يوجب رقة القلب ويخليه للذكر والفكر. وأحسب أن هذا أمرا مشاهدا محسوسا، لا سيما يعني بعد العصر، بعد العصر في شهر رمضان، فإن المرء يشعر بنشاط للذكر وللتسبيح ولقراءة القرآن لا يجدها إذا لم يكن صائما. هذا أمر مشاهد وملاحظ، وكل ذلك بسبب خلو بطنه من الطعام والشراب. وصدقوا حين قال فإن هذا يوجب رقة في القلب وتخلية للذكر والفكر. وكما أسلفنا فإن فيه تذكيرا للغني بقدر نعم الله عز وجل عليه، وأن هذه النعم التي أنعم الله تعالى عليه بها قد حرم منها كثير من الفقراء، فيكون هذا مدعاة له إلى بذل المعروف وإلى التفكر في حال إخوانه من الفقراء والمساكين. وثم أيضا ملحظ اجتماعي لا أذكر والله أين سمعته، لكنه صحيح. من المعلوم أن المرأة يأنس أكثر ما يأنس لإخوانه وأهله حين الطعام، حين يجلس على سفرة واحدة، وهذا أمر يلحظه كل واحد منا. حتى أن العرب قديما إذا وضع طعاما ينادي خادمه ليأكل معه، لأن المرأة يأنس إذا وضعت سفرة الطعام فيجلس معه غيره. وفي العقود الأخيرة، لا سيما في العقدين الأخيرين، مع كثرة هذه الملهيات من الإنترنت وغيره، أضحى الجلوس على سفرة واحدة في الأيام يعني يكاد يكون أمرا متعسرا في كثير من الأسر. كثير من الأسر لا تجد ذلك لاختلاف لانشغال الناس بهذه الملهيات، وانشغال الناس كذلك بأعمالهم ونحو. فيقول هذا، ولا أذكر أين سمعته، يقول هذا: فهذا الشهر الكريم هو الشهر الوحيد الذي تجد أن الأسرة جميعا تجتمع على سفرة واحدة لتناول الطعام. وهذا والله صحيح. بعضهم يقول والله يمر علي العام أنا لا أجلس مع أهلي على سفرة واحد إلا ما عدا رمضان، لأن الغالب يعني أن الناس يعني في شهر رمضان إذا أذن المغرب ووضعت سفرة الطعام فإن الجميع يكون حاضرا، فيحدث من الأنس والصفاء واجتماع القلوب على هذه السفرة ما يعلمه القاصي والداني. وهناك حكم وأسرار كثيرة لا يسع الوقت إلى جمعها وبيانها في هذا الوقت القصير. ولعلنا نختم بسؤال إذا وهو سؤال ربما يتبادر إلى الذهن: طيب إذا كانت هذه المقاصد كلها موجودة في الصيام وفي شهر رمضان، لماذا نجد
كثيرا من الناس بمجرد خروج هذا الشهر عاد إلى ما كان عليه ولم يتغير حاله، ونقول هذا حق، هذا صحيح. لكن العيب إنما هو في الشخص لا في الدواء. هذا دواء جعله النبي صلى فرضه الله تعالى وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لنا هذا الدواء. فإذا أخذت هذا الدواء بأسبابه وتحريت ألا تأخذ مع هذا الدواء ما يمنع أثره في نفسك كان له أعظم الأثر. لذلك أيضا في المقابل تجد أن كثيرا من الناس يتغير حاله إلى الأحسن بعد شهر رمضان، وهذا أمر مشاهد وملاحظ، وهذا بسبب أنه أخذ الدواء على وفق ما أراد الله عز وجل بأسبابه وبالامتناع عن موانعه. فإذا دخل شهر الصوم وصامه وقام أيام وقام لياليه وحافظ على الصلاة فيه تجده بعد رمضان وقد تغير حاله إلى الأحسن. بل إني أعرف من الناس من كان متهاونا في الصلاة فإذا جاء رمضان تغير حاله فأصبح من أحسن الناس مداومة ومحافظة على الصلاة. ومنهم من كان يرتكب الآثام والمعاصي قبل رمضان فإذا جاء رمضان تغير حاله واستمر هذا الحال بعد رمضان إلى ما شاء الله تعالى. فنقول هذا دواء وضعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن أخذته على وفق مراد الله عز وجل كان أثره أعظم الأثر على سلوكك وعلى نفسك وعلى إيمانك. أما إن أخذته على أنه شهر ويمر وقد بيّت النية على أن تعود إلى ما كنت عليه فإن هذا الدواء لا ينفعك. هذا ما سمح به المقام في بذكر مقاصد الصوم. وأسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن ينفعني أولا بما سمعت، وأن ينفع من سمع هذه الكلمة إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.